الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كلمة دينا واحد كساب سنتا هاي أحكام تصوم كا وحكم إذا وشروط صوم كو إيو إنتا عيتا هاي وحانا كسور دلان إيا شروط دامر كينو تلمانا وحكا دلان إيا عد آن لغولا هاين صوم كا يعد لغولا إيا بكسور دحبا حيسا. شروط واللح شرط كواد والإسلام إسلام نما شرط يا كلابادنا وحويان والعقل وي أو إسلام مركل يرضى وحميش كبا حيا قال كينا وحب الله قوله هين واسل لغو عقابي دونا سل صلاة دبل لغو عقابي يو شيء كلاباد وحويان عقلي ومجنون كي يقف كي والله با كبا حيا أما عرورتا هاي سيبقى هاي وحبا كلا قرنين. شرط صدحاد وحيدا والبلوغ وقان قادنمو وقفكي مميز كاها وحكا لسعاري يسونكي والا قربا لكن واجبكو ماها فرالا. شردق شانا أفراد واسحة وعاف ما بغبكي وعسوهوس قلي يدد فرابضان وبوكان لحسابين ايو قفكي بوكي كميدي هاي قفكي قبوبي يساقونا حنوسين ايو كميدي هاي اما حنونكي آن لغرشيني نينو لغبك سدو والقامة شردق شانا دا إنه قف كل نجية هاي وآن مسافر هين وقف كي مسافر كعبة كبحية وسون كي لقوم لها واسوسوا مكرا أنا قال لقى عفيه حل الدنبال لقى ربا شرط قال لي حاد وعلى القدرة أودي وهدي وقف كي جبوبي أما الله مسل على محمد أن تمر دري هاي حنون يوحو دون ربها النقض يسقون وحبل لقوم لها ومر كار لقى مرهم هذين ندي لحد عشر دي قف له مويان قف كلمة سوميو وحي لمتا هاي طبان قف او كمدا دادكو انان سوم با لغر هبين مركا ايادا ولو حل دمبها لغا دونو طبان كاسي لبالبا ينو شيغي دونا قف كوية طبناد او كلية با سوم لغا دونيا وكوية طبناد او كلية با سوم لغا دونيا قف كلمة كواد او قهر ايوح ويان ومرض ومسافر مريض كي مسافر كي وبكا قفكني لكن وحنون سهلان ولا قبكسن كريو اما رجل لا قبو ان لا قبكسدو وان حنون دلدع وان عذركي عافيمادكي سلاواي اهين اما دوديس لا لاي اهين اما هو مسافر او مغالي لا مغالو سفريا ان تعبنا وا كسو غاريا لبدن وحسون كودا لا دونيا خلي دنبه يعني كا وقتي دنبه ان يسونكي لا يمادان ايا لا دونيا labadaas dhinacbay u wada socdaan afar kala dhinacbay u wada socdaan waa haayidkii qofkii gabadhii haydka caadada wadatay iyo gabadhii umushay ee markaa dhigii dhalmada wadatay labadaasi iyo gabadhii uur kala hayd ee ilmaha siday ee u baqaysay ilmaha yar inuu wax noqdo caloosha ku jira ama tii nuujinaysay ee ilmaha yar inuu ama wax noqdo ama gaajoodo ka baqanaysay ama nafteeduba wax noqoto afartanina iyaga qalla lagu leeyahay oo iyaguna xilli dambe ay qalaynayaan oo qolada bukaanka ay soo hoosgelayaan saxada ay soo hoosgelayaan oo labada hore ay dhinac kala wadaagaan inay qalayaan walaw baad ahlul cilmi ay leeyihiin gabadhii uurka lahayd iyo tii nuujinaysay iyadu fidyaabay bixinayaan laakiin qowlka sida ibn baz markaa rajaxay waa laga xoog badanyahay inay qalayaan ayaa laga rabaa oo aanay sahlanin oo xilliga ay awood u helaan ama jaanis u helaan إنه مركا صومان وصونكي لي مادان قولة سيديداد أما اللبادة سيديد كون نقونيا وعجوزكي أما هويدي قبودي أما أبيهي قبوبي أما اللبادة قف دادها وعنيو أوودي كاريني صومكا يقفكي بوكي وحنون كيسو آنو بوكسي لهين لخاتيو تولادين بوكسي مالها اللبادة ندين عبي ولا لويهين يغانا وحا لقربا كيلو عنتا إني مالنتي بحيان صدن رمضان صدن كيلا لا ربا وودا قديمي كران مالو ولبنا وا بخين كران ان لبدا قول با او راجحسن marka u dambeysana wa bixin karaan ba laakin wa deyn in hore loo qadimo aya fiican oo ay markii ba iska bixiyaan hadii marka qofku inta ramadaanka dhexdiisa dhinto culimadu waxay leeyihiin sadaqad bay u noqonaysa ay leeyihiin labada tobnaad ee toban ku noqonaya waa majnuunkii iyo sabigii qofkii waa la iyo qofkii caruurta ahaayeen aqligiisu aanu ku filayn
labadaasina waxay noqonayaan laba aan waxba iyaga lagu lahayn marnaba. Soonka waxaa lagu yeelanayaa unkana markuu qaan gaadho, kanina marka uu miirsado, hadduu ramadaanka dhexdeeda miirsado waa lagu leeyahay, inta dambe lagu leeyahay, oo isagana xilligu afaaq la yimaado ama uu miir qab la yimaado ayuunbaa soonkii lagu leeyahay. Tobanka haddaynu halkaa dhigno, qofka 12-aad oo keliyabaa soon lagu leeyahay. Qofka 10-ka aan ka mid ahayn ayaa laga rabaa inuu 30-kii ramadaan uu dhammaystiro oo uu soomo ayaa laga rabaa. Sidaasaa markaa shareecadeenna samxada ah ee wanaagsan ay naxariis u leedahay, ay u naxariis badan tahay. Ilaahay subxaanahu watacaala 10 qof iyo 1 qof 12 waa laga yaabaa halku inuu 10-ka ka bato, laakiin 10 qolo oo mid waliba uu arrintiisa wato ayaa lagu yidhi waxba ha soomina, iska daaya ama xilli dambe sooma ama fidye bixiya ama haba soomin oo waxba laydinkuma laha. Markaas ayaa qofka 12-aad ayaa soomaya. Waxaana hoos hoos gelayaa anuun 5 shardi. waxaan ilaahay subxaanahu watacaala ka baryayaa inuu noqono kuwii caafimaad qaba. ilaahay subxaanahu watacaala waxaynu ka baryaynaa kuwii soonka awooda ilaahay inuu naga dhigo, inaynu soonka sidaa ku soonno baynu ka rajaynaynaa. ilaahay subxaanahu watacaala dembi dhaaf iyo maqfira weydiisanaynaa. wa sala allahuma calaa muxamedin wacalaa aalihi wa saxbihi ajmaciin.